ولو بنتكلم عن العلمين في حاجة كده اسمها اللاند مارك، أو يعني العلامة المميزة. أهم علامة مميزة في مدينة العلمين هي أبراجها، أبراج العلمين اللي بتضم وحدات سكنية فندقية، بتضم طوابق تجارية وطوابق إدارية، تعتبر من أهم وأبرز العلامات، مش على يعني منطقة العلمين بس، على شاطئ المتوسط كله. غير أن منطقة الأبراج دي كمان زي ما احنا عارفين فيها مناطق ترفيهية بتطل مباشرة على البحر. خلينا نشوف التقرير اللي بيرصد أهم ملامح هذا الأمر. ست سنين كانت كافية لتتحول أرض العلمين من صحراء جرداء لمدينة ساحلية سياحية متكاملة الأركان، عشان تصبح مدينة العلمين الجديدة قبلة رئيسة لرواد الساحل الشمالي، مصريين أو أجانب. أنا مغتربة عايشة برة، وأنا بقالي كذا سنة ما نزلتش يعني ما جيتش هنا. أنا جاية السنة دي أول سنة، وأوي أنا مبهورة اللي بيحصل حاجة. يعني أنا حتى الناس اللي معايا الجاليات العربية اللي موجودة برة بيقولوا لي، يعني أنا عايشة في السعودية، بيقولوا لي سعوديين الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل إنجاز مش طبيعي، أنت إزاي ما روحتيش لحد دلوقتي شفتي. لما جيت هنا انا بجد فخوره بيه، يعني انا بجد يعني ثانك يو يا مصر. العلمين بقت جميله جدا، والممشى شكله حلو، والزينه بقت شكلها حلو جدا، احسن من الاول. فرحانه قوي والله. ومن اهم نقاط التحول الانتهاء من واجهات جزء كبير من ابراج العلمين الجديده اللي بيصل عددهم ل 15 برج، وبيصل ارتفاع كل برج فيهم ل 100 متر تقريبا، وتم تشغيل ما يقرب من 50% منهم، وبيحتوى على شقق فندقية وسكنية وإدارية. ده كمان غير الخدمات اللوجستية من مولات وأماكن ترفيهية بتقدمها الأبراج. تطورات سريعة جدا، يعني مش ممكن تحدث، يعني تلاقيها في أي مكان. المكان نفسه كمكان سياحي هو نفسه مطلوب، إن شاء الله كل يوم بيتغير، كل يوم. يعني لو أنت جيت النهاردة وجيت بكرة هتلاقي مثلا إيه، مكانش مش مجهز بقى مجهز. هو الحاجة الوحيدة اللي ناقصة في الكورنيش كله الحاجز، الحواجز تكمل، الحواجز زي الحواجز اللي بتشوفها في مارينا، بس إذا اكتملت كده تبقى كل الشواطئ 10 على 10. وتعتبر مدينة العلمين الجديدة أول مدينة مليونية في الساحل الشمالي، وواحدة من مدن الجيل الرابع، وما تختلفش كتير عن العاصمة الإدارية الجديدة لاحتوائها على مراكز تجارية عالمية وأبراج سكنية وسياحية.